جمعية منيا مراكش لإحياء وصيانة تراث مهي مشكورة من خلال أنشطتها المستمرة على مدار السنة. سيداتي الفاضلات والسادة الأفاضل، اقتناعي منا بالأهمية البالغة للتراث في عمق الهوية المراكشية المغربية، فقد تبنى المجلس الجماعي لمراكش هذا المهرجان وأبرزه ضمن برنامج عمله للفترة الانتدابية 2023-2022، وجعله أحد المشاريع ذات الرمزية الكبيرة. التراث، فالتراث له وجهتان، وجهة نحو الماضي بما هو يعني ميراث، ووجهة نحو المستقبل، لأنه ينبغي أن نبلغه للأجيال الآتية. فهذا التراث نبلغه لأنه في الحقيقة هذه الذاكرة، يعني مدينة مراكش تتكلم ولها خطاب يسمعه الناس ويتفاعل مع الناس، وهذا الخطاب هو من ذاكرة الحضارية للمدينة، ويأتي من أزمنة سحيقة، ورغم ذلك هو يؤثر في الناس ويؤثر في المجتمع ويؤثر في الأجانب، لأن مدينتنا مراكش مدينة موسومة مطبوعة كمدينة القدس أو مدينة إسطنبول أو مدينة روما إلى غير ذلك. فمراكش هي في تلك الخريطة الباهية للحضارة حول البحر المتوسط. دورة هذا العام من سماع مراكش حاضر ومستقبل المدن العتيقة بالمغرب، هذا الموضوع في غاية الأهمية، يأتي للتفكير في المقتضيات الضرورية للنهوض للمدن العتيقة التي تزخر بتراث ثقافي كبير، وهي محضن لعدة مهن ثقافية أيضا، وكذلك تزخر بتراث روحي مهم. مراكش هي عاصمة إمبراطورية تعاقبت عليها عدة دول حكم المغرب والإقليم المجاور، وبالتالي اليوم التفكير في التنمية بشكل عام يأتي بعد أزمة أو سلسال الحوز الذي ضرب المنطقة وتضررت منه عدة بنايات، لكي نفكر جميعا في النهوض بالمدينة العتيقة، لأن مصدر ثروة، مصدر حياة، ولا يجب أن نفرط في هذا الإرث، وخصوصا أنه في هذا الإطار السنة المقبلة إن شاء الله ستكون مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وهو برنامج مهم جدا، برنامج حضاري تسهر على تنفيذه منظمة اليونسكو بالتعاون مع الدول الأعضاء ومع المدن المحتفى بها، فهي مناسبة لإبراز الدور الذي تقوم به هذه المدينة الإمبراطورية وما تزخر به من تراث حضاري وثقافي، ويجب أن تتضافر جميع الجهود لإنجاح هذه التنمية المستدامة في المدينة. هذا رأس مال ثقافي ورأس مال حضاري ورأس مال روحي، ويجب أن يكون الجميع واعيا بأهميته وأن نحافظ عليه وأن ننميه، لأنه من شروط الرفع حتى من تصنيف المدينة على المستوى العالمي. النسخة الجديدة على مدن المغرب ومدينة مراكش العتيقة على وجه الخصوص، وفي العقود الأخيرة وفي التراث المبني بجبل المطل عليه، لذلك كان من المهم والضروري إعادة تركيز التحليلات والمناقشات.